السلام عليكم، صباح النور زينات، شباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتو؟ على خير، صحه لاباس. نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير وما ناقصكم خير حبيباتي. الناس اللي كتسولني على ماما، الله يجازيكم بخير وكنشكركم بزاف على الدعوات ديالكم. والله العظيم الا فريمون كيتلجوا لي الصدر وعلى الشهادات ديال الناس كلهم، والله العظيم ما لقيتش الكلمات باش غادي نشكركم. كنقول لكم شكرا بزاف على كل شيء، على دعواتكم، على كلماتكم الطيبه، على اي حاجه، ما غنوفيش حقكم. شكرا بزاف بزاف لكم. بو حبيباتي، عرفتي انا هملت داري، هملتها. شنو نقول لكم؟ واحد البيت عندي داير بحال الكوري، غندخلكم تشوفوه غادي تخلعوا. ايوا هذا الصباح ان شاء الله قلت غادي نحاول نجمعوا، لان ما نكذبش عليكم الروينه كتجيب الطاقه السلبيه. ايوا نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير هذا النهار الاحد. انا غنقلب لكم الكاميرا وغادي تشوفوا البيت وما تخلعوش. ايوا هذا هي بيتي، هذا هو حالها. شوفوا الحاله، شوفوا الحاله كيف دايره. عرفتي وغي كنجبد ونحط، نجبد ونحط، ما كنجمع حتى شي حاجه. مع سي فري كاينه معايا مروه وادم، ولكن مروه مسكينه كتكون خدامه، يلاه كتجي حتى العشيه ما كدير حتى حاجه. ملك ما كايناش. ايوا هذا حال البيت. شوفوا بوشرويط كي داير، شوف فراشي كيف اللي هو. ها نتوما راغي كنحط وكنلوح. شوفوا حوايج والله ما كنجمعو، ما كنلقاش الوقت. جري الله يخلي همها فيها. ايوا هذا حل البيت. شوف ايوا انا غادي نجمعو ان شاء الله، الله يرزقني العوين. حاله ما هي حاله، اما مور الباب ما نقول لكمش. لا قربت تقول لي انا مزوقه فيك. ايوا هذا اللي كاينه الحبيبات ديالي، قلت نشارك معكم هذا الروتين ديال لا شومبر ديالي. هنا عندي ان بوتي دريسينغ، راه كنت صايبته بيدي، راه الا رجعتوا للفيديوهات الاولى، راه اول فيديو بديت به هو فاش صايبت هذا لو دريسينغ في قلب لا شومبر اكوشي ديالي. هي سي ان بوتي شومبر، ما كبيره شي بزاف. كان عندي فيها غير هذا البلاكار اللي هنايا، هو هذا، هو هذا، ما عرفتش شنو اللي كيبان فيه. فوالا، حيت عندي الضيق المساحه ما كتخلينيش فين غنصور لكم. كنت نقصته من لا شومبر ودرت فيه هذا الجانب. هذا هو هذا، هذا راه جمع ليا القش ما نقول لكمش. اي فوالا، وهذا حتى هو كنت صوبته حتى نوريه لكم، راه فيه المرايه دايره. فوالا، اي فوالا الكبيدات. ايوا دابا غادي نشمروا على دراعنا ان شاء الله وغادي نصوبوا هذا البيت، لان كنت جبت، كانت عندي ايه باتت معايا وجبت الغطيان وما رديت حتى شي حاجه. المهم كلشي مجبود ومحطوط، غير كنحنزل غير كنزل. وهذا البلاكار اللي كنت صوبته دابا نبارطاجي معكم. اي فوالا مي شيري، نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. واخيرا الكبيدات، واخيرا بعد معاناه وتمر ديال بصح، ما نقول لكم شوفي شكاع ندوز معكم المراحل كلها، لان تبارك الله البيت قبض لي نهار كامل، ولا جيت نصوره خاصني فيديو فيه نهار كامل. ايوا هذا اللي كاين، عيت الحمد لله، ولكن النتيجه كانت زوينه. المهم نقيته، بدلت له، درت الفراش ربيعي، وانا غنقلب لكم الكاميرا ان شاء الله وتشوفوا كيفاش جا البيت. يلا على بركه الله.
هيا بنا بسم الله. هذه هي باب الغرفة ديالي، ما كتبانش مزيان لان عندي المرايات في الدريسينغ تيعكسوا الشوفة. دونك غادي نحلوا الباب ان شاء الله. اي فوالا، هذه هي غرفتي المتواضعة جدا جدا، ولكن كل حاجة فيها والله العلي العظيم صوبتها بيدي. غنقول لكم اللي عاوني فيه النجار بيان سيغ التريسيان ابار سا، والله العظيم الى كلشي بيدي. الوغ هنا لو بيتي دريسينغ، هذا هو اللي كنت نقصتو من البيت ديالي، من الغرفه ديال النوم بطبيعه الحال. هي هادي من المرايا كتعكس النظره، دونك هذه الجهه هي اللي زدتها من الفوق، وبيان سور بديت كنصايبها بلي شوت ديال تيت دو لي اللي كان عندي قديم. هنايا كاين مرايا، باب هذا فيه المرايا، جماليه لي زور والفاط وش الربل مش الربل، المهم لقيتو عتقني صراحه ربي. وهنايا درت كل ما يتعلق صبيبطاتي صيكاني، المهم حاولت نوبتيميزي لي سباس ون بيان سور نستغلو، لان حنا المغاربه تبارك الله عندنا الباجاج بزاف. وما نكذبش عليكم، الدار اللي كانت عندي قبل كانت كبيره بزاف، هو الباجاج واخا نقصت 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 مي نونباش تبارك الله بقى خير. الوغ هنايا معلقه لي كاسكيت ديالي، وهنايا ما تبقى من السيكان وصبيبطات ديالي اللي بيان سور كنمسحهم وعاد كنركنهم هنايا. فوالا، ولتحت كاع دايره سيكان كبار اللي كنستعملهم قليل لانه مبقاش فيه الصحه باش نهزو. وهنايا دايره هاد لا لومب، فوالا هادي لصقتها بسكوتش دوبل فاس. وهنايا درت ديك لي طابل دو نوي اللي كانوا عندي قدام، استغليتهم هنايا، سمحوا لي شويه مزاقلين، استغليتهم هنايا كنستعمل فيهم الضوء الاوراق ديالي الحاجه اللي كنحتاجها كلها. والجهه الاخرى كاين هذا العلاق اللي تيبان لكم واخا هكا المرايا ما كتجيش سهله في التصوير. فوالا، وهاد الجهه ها هي هنايا دايره ملك حويجاتها. ودابا غادي ندخلو البيت اللي هو هذا. اي فوالا، بيت صغير اللي استغليت فيه المساحه بهذا الشكل، اني درت البلاكار فوق الناموسيه بهذا الشكل. سمحوا لي على التصوير والاضاءه شويه صعيب التصوير. هنا هاد الجهه درتها كلها مجوره، والله الا المجوره كينفعوا كيهزوا بزاف، بحيث كيجي ساهل انك تصايب فيهم حويجاتك بهذا الشكل هذا. دير فيه سريولات، هنايا عندي لي بيجاما ديالي. ايوا تحت كاين الحاجه اللي هي طويله، ولتحت عاود. وهنايا استغليتو بطبيعه الحال للتعلق. فوالا هنا هاد الجهه حتى هي استغليتها لي رونجمون الفوطات الحاجه بحال دابا حوايج اللي اونفان سخن عليهم الحال، من بعد ما كنصبنهم ونعطرهم كنديرهم في دي ساشي بهذه الطريقه باش كنحافظ عليهم كيبقاو مزيان. الفوق راه عندي الفوق كاع دايره حتى هما ديوس كبار فيهم حويجات ديال البرد. سمحوا لي كان جاني اتصال وكنت مضطره نجاوب عليه. الوغ هنايا لتحت درت الليد ودرت هاد لي طاجير اللي كنحط فيها الحاجه اللي احتاجيتها، بما انه ما عنديش لي طابل دو نوي درت هكذا. فوالا،
وهاد التلدولي راني صايبتها بيدي، نتمنى انها تكون كتبان لكم. فوالا صايبتها هنايا، راه كاين لونتيطاج، وهادو سي دي باغ دوغي. فوالا، وعلى فكره انا موسيتر غير صغيره، فيها غير مترو 20. قداني وقدا ملي كيجي الخليل سيدي خليل الحبيب ديالي، قداني انا وياه كنعسو فيها. ايوا، وهنايا عاود درت تعلق ديال الحاجات اللي كنحتاجها قليل، بحال لي جاكيت، لي جيلي، لي سيرفيت هنايا. فوالا، والفوق كما قلت لكم راه كاين تبارك الله دوطخ رونجمون، حيت درتو من الارض حتى السقف. وهنا عاود في هاد الجهه راني درت مجور اخرين اللي دايره فيهم الملابس الداخليه، بحال دابا هنايا دايره الملابس الداخليه، ها هي تاني دايره فيه لي شال ولي فولار ولي بوني اللي كنحتاجهم. عفوا، هنايا دايره توسكي، اسمحوا لي توسكي تقاشر، اسمحوا لي لان هاد باقي ما ولفتش نصور به. هذا اش كيعيطوا له ستابيليزاتور. فوالا، التقشرات، ولتحت دايره غشيان ديال المخدات ومهم مسائل شونج الريدويات وديكشي ديال لا شومبر ديالي. وهنا عاود محل ديال التعلاق ديال لي شوميز، فوالا لي فيست، فوالا. وهنايا دايره لي شال ديالي، وهذا السرجم، وواحد الصنيديق صوبته منو كليسا منو غونجمون اللي هو هذا. فوالا، صيفطت غير بالام دي اف ولقيتو، ودرت فيه هكا لي كوفغولي لي غيدو كاع المسائل اللي كنحتاجها في الغرفه ديالي. فوالا، وهذا السرجم، عندي سرجم كبير كيطل على الجرده. فوالا حبيباتي، وهاد الكرسي هذا شريته عند واحد طابيسي كيصايب هاد الشيء تبارك الله عليه بثمن مناسب. وهنايا درت هاد اون بيتيت كوافوز اللي هي عباره على انتيغوار سسبوندو، دايره فيه المستلزمات ديالي لي بارفان، المهم حاجه اللي كنحتاجها. وهاديك البلاصه اللي مزوقه في المرايا راني هرستها وتطريت باش نديكوريها باش ما يبانش هذيك البلاصه اللي مهرسه. فوالا، انا غادي نطفي لكم هاد المرايا باش ما تعكسش الضو. فوالا، نتمنى تبان لكم هاد التصويره، كنصوبها لي ولدي ادم بيدو تبارك الله في لانيفرسير ديالي. فوالا، هاديك الصوره ديالي، وهاد الصنيديق هذا حتى هو صايبته من لي شوت لي شاطولي على البلاكار، درتو هكا دايره فيه حتى هو المسائل ديالي، لي بيجو وداك ديودورون، المسائل اللي كتحتاجها كل مره، وكيتسد بهاد الطريقه. فوالا فوالا، وهنايا غنجيكم من بلاصه اللي عزيزه عليا، عزيزه عليا بزاف، اللي صوبتها بشي شهر قبل رمضان. هذاك الصنيديق صندوق العجب، انا نقول لكم ليش كيصلح. هنا دايره تلفزيون، ايوا لالياتي، هاد صندوق العجب هنا فين كاين ركن الصالات. درت هاد الصنيديق هذا كنجمع فيه الزريبيات ديال الصلاه ديالي، العبايه، ها هو راه كيرجع بوحديتو تبارك الله. وهنايا هاد البيب لي غزال، والله العظيم صايبتو بيدي، وهادوك الزويوقات راه كيتباعو، كنلصقهم، لصقتهم
وصبغت هاد البيه بغير بلابومب ديال صباغه بيضاء، شريتها من دريكوما وصبغتها. الوغ مشيت فصلت لو كادغ ودرت فيه واحد التغرغيره باش خشيت فيه الكونتر بلاكي اللي فصلتو نيت عند في الماكينه عند النجار. الوغ ها نتوما لالياتي، ها نتوما ها نتوما، ها هو. الوغ ملي كنبغي نصلي بيان سور كنحل ديك الباب باش تحجب عليا اي واحد بغى يدوز، او المهم تيبقى ركن موقر طبيعه الحال بهذا الشكل هذا. وهنايا هذه هي بلاصه الصاله ديالي، هنا فين كنقرا قران، هنا فين كنتعبد سيدي ربي الله يهدينا ويصلحنا ويصلح امر وليداتنا والمسلمين اجمعين يا رب. ايوا هنايا دايره المصحف ديالي، هاد البليصه اللي كنعلق فيها التيبحات، ها هما هانتوما من زاويه واحده اخرى. فوالا كويدات، هاد البلاصه كنعشقها عزيزه عليا، هادي التلفازه ديالي. وهنايا كاين بلاكار ديال الحوايج طوال، وتا هو الفوق دايره فيه سده اللي جمعت فيها كاع لي بوط ديالي، الحاجه اللي ما كنحتاجهاش دابا اللي سخن عليها الحال. هذاك الزرق اللي كيبان لكم راه كيبان لكم في الدريسينغ، هذاك هو اللي كيف كان عندي بيت النعاس في الاول، تيت دو لي ولي طابل دو نوي وداك الشيء ملي كان مضايع حسره. وهذا هو البلاكار اللي قلت لكم دايره فيه كاع الاشياء الطويله، جليبات كيشطات قفيطنات كساوي طوال، حاجه اللي فوالا زينات. اي فوالا، ونوريكم دابا هاد الباب ملي كتكون هكذا. فوالا كتصلي على خاطرك بلا ما يبرصك حد. ايوا لالياتي، وصلنا لنهايه الفيديو. كنقول لكم شكرا شكرا بزاف على التعليق ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على الدعوات ديالكم مع ماما ومعايا ومع وليداتي. الله يجازيكم بخير، وفي حق الشكر قليل وفي حقكم بزاف. كنقول لكم شكرا شكرا من القلب، الله يوفقكم ويوفق وليداتكم وعائلتكم ان شاء الله وباللي كتمناوه. وكنقول لكم سمحوا لي الا صدرت مني شي حاجه ماشي هي، ولكن راه دائما كتكون عن دون قصد والله العلي العظيم. وكنقول لكم نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، راه ما بغيتش نصور كلشي لان سينو غيجي لي الفيديو طويل، تعرفوا داك الشغل والشقا وداكشي، كل وحده تبارك الله وصلت عندي راه كتعرف تشقى في دارها ومتيوله بطريقتها، ما عندي ما نقول في المغربيات الفحلات تبارك الله وصلت عندي. هذا اللي كاين. وكنقول للناس اللي ما مشتركينش وكيشوفوا الفيديوهات ديالي، اشتركوا ديروا سبسكرايب وركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، ديروا لايك وديروا تعليق ولو انه قليب. وكنشكركم بزاف، كنقول لكم الله يجازيكم بخير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وكنضرب لكم موعد في الفيديو المقبل ان شاء الله، نلقاكم على خير وبخير، ومع السلامه الكبيده ديالي.